واحدة بترفع مثلا 18 ميلي جرام وممكن ياخد كذا دوس. كصاب لينجو ولا جرام؟ دوس صاب لينجو ممكن يدوب سرنجة وممكن بيدهنوه على الجم. لو الطفل فتح بقه عادي بيدهنوه على الجم، لكن لو مش عارف يفتح بقه او حد كوماتوز او كده بيعملوه بسرنجة وبيعملوه بقى جو انوفيليشن كده يعملوا ابزوربشن. هي حاجه موجوده في الجايد لاين هايبوكلايسيميا باختصار، طبعا من اكتر الميتابوليك يعني بروبلمز اللي بتقابلنا في النيتيو، وخاصه ايه بالناس اللي عندها تصفر كل كام مش هو كان بتاع 2010 ولا حد سوتين بتاع وزاره الصحه هما تقريبا بدأوا يدخلوه، هما مش بروتوكول غلط. لا البروتوكول بتاعنا اخر حاجه كان هو اللي كان فيه البرنامج الجايد لاين بتاع 17 تكامل، كان اسمه تكامل، ده 2010 ده القديم. 2010 ده القديم هو الكبير، كتاب الابيض الكبير. وكان فيه سيديات منه، فيه تمريض وفيه دكاتره عربي وانجلش وكبير وصغير. اللي نزل بعد كده معتمدين على النايس في الكلام، فهو النايس دي نزلت بتاعت نيونيت 21، عندي احدث سنه كمان من البيدياتريك. صح. اهم حاجه انت نقول اصلا ان ده فيها الجلاسيميا لو اسنان الراندوم ده كله لقيناه اقل من 45. زمان عندهم كانت الجايد لاينز كانوا مكتوبين يعني 2 ملي مول اللي هم يعادل 36 تقريبا، فده اللي يبداوا عليه مثلا المجموع. هم كانوا كاتبين 2.6 دلوقتي الجديد ان هو اكبر من 2.6 لو حسبناها بالملي جرام بتاعنا في مصر اللي هو 46 بالظبط، اللي هو 45 اللي احنا ماشيين بيه. احنا نشوف فيهم حتى لو ما فيهمش اي سيمتومز ان انفنت اوف دايابيتيك مذر سمول جيستيشنال ايدج لارج جيستيشنال ايدج عيان هايبوثيرميا عيان سيبسيس عيان اي عنده اي مشكله من الفايتال اصلا يعتبر خلاص هو من الفايتال ساين لاي حد بيدخل لنا الحضانه ان احنا نرندوم راندوم كل مثلا 6 ساعات او كل 2 حسب بقى احنا شايفين ان البيشنت ده المفروض يعمل كل قد ايه. ده سكريننج عامه دلوقتي الكل ان يت ده سكريننج ده من السكريننج من اول ما يتولد يتعمل له. وفي عينين بقى مش سكريننج بس، لا كده عنده مشكله فهتمشي هيمشي بقى في حسب كانوا عاملين جدول كده ان كل مثلا كونديشن يتقاس له كل قد ايه من كتر السيفيريتي بتاعه الموضوع. يعني فتره اللي حطاها نايس جايد لاين للبيبيز اللي الام كانت بتاخد في السيرت برايمستر بيتا بلوكرز. تمام. طبعا في التو كاتيجوريز ان عيانين هايبوكلايسيميا في اسيمتوماتيك وفي اللي هما سيمتوماتيك، طبعا المور سيفير ان يبقى سيمتوماتيك. في اعراض بقى كتير ان عيان هايبوكلايسيميا تعمل هايبوثيرميا والعكس عيان هايبوثيرميا يجي له هايبوكلايسيميا. السايموزز الابنيا الازرق في ليفل اوف كونشسنس سيجرز هايبوتونيا وهي طبعا متداخله مع حاجات كتير فبيعمل سكريننج برضه الحاجات التانيه كتير. الجايد لاينز بقى هي عاملين مانجمنت 3 بورس كده هما مقسمينه لثلاث حاجات بيبي فوق ال 37 اسبوع واسيمتوماتيك، وفي اللي هما فوق 37 اسبوع وعندهم سيمتومز وفي اللي هما اقل من 37 اسبوع. احنا بنتكلم في حاجه معينه اللي هي الديكستروجين امتى بنلجا له في العيانين دول في الفئه الثانيه عيان عنده بيبي هاف كلينيكال ساينز وفي هايبوكلايسيميا. العينين دول اول لما ببدا معاهم مش هبدا له اي بي الجديد بقى انا مش هبدا له اي بي على طول، هبدا له بالديكستروجين اللي هو الدوز بتاعته 200 ملي جرام بالكيجي اللي هو ما يعادل نص ملي نص ملي اللي هي الجرعه بتاعته العاديه نص ملي بالكيجي. تمام. ده العيان ده وليه رول في العيان اللي هو هلجا له برده هديله لازم ادي له اي بي اي بي ديكستروج. يعني دول برده ليهم رول ان انا اقول ان انا ادي له دكتور لسه هنشوف. هنتكلم بقى عن البيبرز اللي كانت بتتكلم وانا جايبه من بيبرز جديده وقديمه بس كان بدايه الموضوع ده تقريبا بيبحثوا عنه في 2013 كان لسه ما نزلش على الجايد لاين. كانت امريكا من اول الناس اللي عملت دراسات كان لسه بيتكلموا ان هم عايزين ينزلوه في الجايد لاين. هما هنا البروتوكول اللي اعتمدوه كان هم عاملين بروتوكول لنفسهم امتى اقيس العيان راندوم بلاد شوكر وامتى اضيف له اي في جلوكوز. هما ده البروتوكول اللي كانوا ماشيين بيه في المستشفى اللي بدأوا يجربوا فيه اصلا الديكستروجين كان اول مره.
اول الريزلتس اللي كانوا بيقارنوا في الاطفال كلهم حتى في كل نوع, يعني البيشنت اللي هو انفانت اوف دايابيتيك ماذر اللارج جستيشنال ايج سمول جستيشنال ايج, في عيانين لما اخذوا الدوكستروجين لما قارنوهم الناس اللي اخذوا الدوكستروجين لما اخذوش ما كانش في فرق قوي, لكن في عيانين كان في فرق, يعني مثلا الماترنال دايابيتس او الاكسكلوز بريك بيتنج ان هارت ديستارج كان مثلا فرق ان العيان قبل بريك الدوكستروجين كان 48 احتاجه لحاجه تانية, لكن قبل الدوكستروجين كان اكتر بكتير. الماترنال دايابيتس ما كانش فرق كبير, كان فرق 4 بس. التوتال امبروفد الدكستروجين كان في فرق افضل لما احنا عملنا الدكستروجين ابروتش كان في فرق بين 184-80 اتحسنوا قبل موضوع الدكستروجين, يعني كان الريزلت احسن مع الناس اللي اخذوا الدكستروجين, كان 184 اتحسنوا من الدكستروجين بس وال 144 قبل موضوع الدكستروجين. هو هنا مش حاطين سندوماتيك في ال, لا مش حاطين كل الدكستروجين بس لوحده ونفع معهم, وفي ناس يعني ما كانوش ريسبوندر للديكستروجين واحتاجوا فعلا ان هم ياخدوا اي في الجول, وبيبقى بعد ثلاث محاوله من الديكستروجين هم بيجربوا 3 ترايلز انت واحده وبعدين يقيسوا بعد نص ساعه وبعدين واحده وبعدين يقيسوا بعد نص ساعه وبعدين واحده وبعدين لا نفعش خالص بيرجعوا الاي في. الحالات اللي هي انفانت دايابيتيك والطفل اللي هو هايبوجلايسيميك والطفل السيمتوماتيك ولا سيمتوماتيك مش بيحطوه؟ لا في غالبا يعني السيمتوماتيك الاكتر هيحتاج في الاخر هاي اي في, تمام, يعني هو الاكتر اللي بيستروجين نجح مع الناس اللي اسيمتوماتيك زي بروفلاكسيس او عشان يعني بيبتدي وبيكمل بيبتدي بيبقى هايبوجلايسيميك فعلا وبيرفع معاه وبيكمل معاه بالاي في بعد كده الراندوم. لا ما اقصدش يعني هو بيبتدي كجل واللي هم الهايبوجلايسيميك وبيكمل بعد كده بالاي في. لا لو مفيش هو مفيش ريسبوند في عينين قليلين قوي اللي احتاجوا ان هم يكملوا, هي في بقى ريزلت تانية بعد ما هو على حسب هم هنا التوتال انفنت اللي عملهم 184 ما احتاجوش اصلا قبل الدوكستروجين وما احتاجوش اي في, 66 احتاجوا ان هم حتى بعد الدوكستروجين ان هم دخل بقول لحضرتك هنا حسب الفاكتورز اللي مدخلهم, يعني هو مدخل هنا ماتيرنال ايج وماتيرنال البودي ماس دي كاركترز بتاعت الناس اللي في الاستادي. هو هو سؤال دكتور عمرو بخصوص انه اذا كان العيان اللي خد في الترايلز كان سيمتوماتيك صح كده بيه ولا لا, ودول انت قلتي ان غالبا دول بيقلبوا هو حضرتك هنا النتائج اللي طالعه اللي شايفها في الاستادي على حسب الكوهنج بقى, يعني مثلا حسب البير سويت كان كذا كان عددهم كذا وكان الريسبوند بتاعه كذا البي فاليو بتاعته كذا, وحسب وخد معاه اي في ولا لا ده العمود الثاني, وهنا حسب يعني هو حتى مدخل ماتيرنال ايج وعلى حسب ايه النتائج بتاعه البي فاليو بتاعتها قد ايه كانت, وهنا هيقول لي قيمه البي فاليو بتاعي هنا كام. هو انا بشوف بقى الناس اللي هي بتاخد اكسكلوسيف بريست فيدنج دول البي فاليو بتاعتهم دول يعني طبعا دول الاحسن الناس في الريزلتس, بلاد جلوكوز اللي هو قبل الاخيره بثلاثه بيفور اول دوز جل وبلاد جلوكوز وان اور دول اللي هي البي فاليو بتاعتهم البي فاليو كويس تمام. وفرت قد ايه المستشفى لما هم بداوا البروتوكول بتاع الدكستروجين كانوا بيقارنوا يعني كلفوا قد ايه في عينين هايبوجلايسيميا قبل وبعد الدكستروجين, فطبعا الموضوع وفر لهم كتير, وهم طبعا عندهم اهتمام بالناحيه السايكولوجيكال, يعني هم من العيان ده فعلا ما محتاجش النيفيو ان هو فضل ماذر كونتاكت ما تعرضش النيفيو السايكولوجيكال انسلت من اللي بتحضر من نيكي وده عندهم مهم جدا, فهم طبعا بالنسبة لهم دي كانت حاجة كويسة متينا الديفيشن نفسه ده بالنسبه لهم مهم. وعندنا انت لو قلت الام هاخده اركب له محاليل غير ما يبقى جنبك ونديله لحظتين سي اس ونايمه اتفضلي. هي بقى هنا مقارنه بين اول دوز اديتها بتاني دوز وتالت دوز, هم عملوا اكتر حد وصلوا لهم 3 دوزز ولو فين بيبداوا اي في الابارت بتاعهم قد ايه, فهم اول قد ايه الفرق ما بينهم ساعه ولا اكتر؟ لا هتبقى 10 دقايق على ما اظن 25 الليفل الجلوكوز ليفل من 25 ل 45 وهي تريتد ويز سكند دوز. لا
هم كاتبينها بيقيسوا كل قد ايه في الجدول البروتوكول اللي هم حاطينه ده. اصل على ما اظن لو انت مش هسيبه هايبوجلايسيميك اكتر من ربع ساعة 10 دقايق ربع ساعة عشان ده ايه اظن مش هي موجودة في الجدول البروتوكول اللي هم حاطينه. هم اكتر حاجة بيقولها هو نمبر اوف دوزز بس هنا مش مكتوب التايب. نعم سكند دوز سكند دوز بس مش مكتوب التايب. هو اكيد مكتوبه في البروتوكول بتاع الدراسه. هي مش دراسه هي ريفيو. هي جايبه ريفيو فده بيبقى ده من كل الدراسات على بعضها ومطلع الكونكلوجن. اكيد مكتوب في الميثودز التايمينج صح كده. فهم هنا في الفيرست دوز لقوا ان 70% 71 استجابوا في اول فيرست دوز ريسبوندد 152 ما استجابوش و28 ما اصلا ما رفعش خالص. عمل السكند دوز فاستجاب من ال 152 ل 50 والباقي ما استجابش. فلجوا للثيرد دوز 64 استجابوا. فضل في الاخر 23 من كل اللي عملهم هما دول اللي احتاجوا اي بي. فيعتبر توتال الدراسه كام كام؟ توتال الدراسه كده 250 بيشنت. هو المفروض 250 250 بيشنت 23 واحد بس هيحتاجوا اي بي بعد السيرفيس. فهي نسبه كويسه وكل ال 250 كانوا يعني حوالي 10 في المجموعه الهاي ريسك اللي هم المازر وال 25 تمام حوالي 10% 10% حوالي 10% تمام. هي دي كانت اهم حاجات في الريزلتس موجوده. في كذا بيبر اتكلموا فيها يعني دي كانت بيبر قديمه شويه 2017 او 2018 في واحده كانت 2020 2020 كانت معمولة في يناير في استراليا برضه وصلت نفس النتيجة تقريبا. ده ابستراكت بس مفيش تفاصيل. وصلت برضه لديكستروز ادكتيف تول ان تريتمنت اوف هايبوجلايسيميا. ممكن بس الاستادي ديزاين حضرتك تقري لنا الاستادي ديزاين بعد اذنك عشان مش شايفينها من عندنا. هم عملوا ريتروسبكتيف اناليسيس ل 2688 عيان كلهم كانوا اكتر من 35 اسبوع وعملوهم سكريننج بيفور اند افتر امبلانتيشن هنا كبيره 2600 ده ريتروسبكتيف. بقى هو انت عارف الريتروسبكتيف معناه ايه عشان بس الزملاء اللي حاضرين. انا باجي النهارده مستشفى النصر وانزل قسم السجلات واطلع ملفات فتره زمنيه معينه بحددها واطلع العيانين اللي هم ال 2000 دول. فباخد السجلات واطلع بقى كل الداتا. طبعا هو مش بيطلعوا الملفات زينا بيعمل كمبيوتر سيرش ويبقى كل الداتا داخله كمبيوتر بالتحاليل بكله كله كله وبيعمل بس هو سيرش على الداتا بيز العينين وطلع نتائج كده وقاعد قدام الكمبيوتر. فدي بتبقى طريقه السيرش بساعتها دي الريتروسبكتيف. يعني برجع لورا وباخد العدد الحالات وبعدين اعمل اناليسز ودي طبعا الحد بتاع احصاء يطلع لي الفاليو بي فاليو بتاعتها اذا كانت سيجنيفيكانت ولا لا في الناس اللي خدت والناس اللي ما خدتش والناس اللي حاطط بروتوكول ويمشي عليه وبعد فتره يقيم النتائج بتاعته كريتروسبكتيف ستادي. فده معنى الريتروسبكتيف. بروسبكتيف اللي هي لسه اللي هتتعمل اللي هي البروسبكتيف ستادي ولا الريتروسبكتيف ستادي. كان في دراسه برضه موجوده ان الاكستروجن لوحده لا هو مع بريست فيدنج يعني ما نهملش دور البريست فيدنج. هو بريست فيدنج مع الاكستروجن. هم هو مدام فايق وبيرجع وخلاص مدام حتى لو ما لا هم اتكلموا حتى في الجايد لاينز بتفسر لو عيان مش يعني مش عارف الام ترجعه ما في سكر ده ادوا له برايت. يعني هم اخر حاجه بيقولوا هم عاملين كرايتيريا للفيدنج مقصود هو ده الجايد لاين بتاعنا ولا دي الدراسه نفسها؟ لا دي بقى الجايد لاين. دي جايد لاين واخدين بالكم لان ان يو خدت مكان بدل النيكيو. يعني لاحظين الاكسبريشن المكتوب فوق ان ان يو خدت محل النيكيو يعني بنتكلموا عنه تماما. دي بقى ده تاني استخدام ليه بس دي اخر حاجه هندور عليها بس العيانين بقى اللي هم تلت مانجمنت في هاي جلايسيميا في النيتو جايد لاينز العيانين اللي اقل من 1 ملي مول اللي هم بقى سيفير هاي جلايسيميا برضه دي رول بس مش الاساسي طبعا ان هو تقريبا هيبقى بالملي جرام بتاعنا اللي هو 18 او ال 20 يعني طبعا ده هياخد اي بي بس هم في عيان انا مش هعرف وانا في الطوارئ مش هعرف الاقي له كانيولا فده هيبقى حل بالنسبه لي ان
انا اديله بتروجين او انا اديله فيديو بقى بيتجوز الجلوبامين بقى اللي بتاخد اي ام. تمام. يبقى في حاره يبقى في الان ان يو يعني ان ان دي. تمام. كان النهارده بس الموضوع